الشوط الاول ده من ستر ربنا التغييرات الثانيه بتاعه الشوط الثاني هي اللي حسنت من ادائنا شويه ورجحت كفه المنتخب، بس بفضل الله يعني لو استمرنا بنفس الاداء ده بامر الله البطوله دي بتاعتنا. هو في ظل غياب المحترفين طبعا على البطوله الاداء كويس يعني، وانا شايف المدرب يعني بيستعين بوجوه جديده، يعني عندنا حسام فيصل، عندنا احمد رفعت، عندنا عمر كمال بصراحه يعني، وعمر داوود طبعا مفاجاه البطوله، مروان داوود سوري عامل بصراحه يعني توليفه كويسه جدا للمنتخب، يعني انا عجبني قوي اللي هو يعني خرج بره نطاق الاهلي والزمالك، يعني اي لعيب بيأدي كويس بياخده المنتخب، فهو هو بيبني منتخب، ودي يعني يعتبر ماتش بالنسبه له بطوله تحضيريه لكاس افريقيا ولتصفيات كاس العالم، فهو بصراحه يعني حاجه كويسه جدا، وعجبني جدا ان موجود عندنا بدائل دلوقتي، يعني احمد رفعت عندنا موجود، عندنا مروان داوود، عندنا شويه لعيبه كويسين جدا يعني. احنا بنتمنى المنتخب مصر يكملوا بادائهم الرجولي، ولعيبه مصر لعيبه رجاله وطول عمرهم رجاله، هم مش مستوى بتاع منتخب مصر اللي احنا نعرفه عنهم، ولا هو ده اللي احنا بنتمناه، احنا عايزين احسن من كده وعايزين نشوفهم احسن من كده. اكرم توفيق راجل في الملعب، في كام لعيب عايزين السوليه بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه، احنا عايزين اللعيبه كلها تبقى كده، عايزين نشوف رجاله تحرم تمسك علم مصر ما شاء الله. بس امبارح الونش كان بيفكر في حاجه مش عارف، كان مستواه قليل شويه، مش ده الونش اللي احنا عارفينه، لا لا لا، الونش حسين فيصل برضه تقريبا بيفكر في عروض، ف لا يركزوا في الملعب، احنا عايزين نفرح الشعب المصري ده كله، هم شايفين جمهور قد ايه حوالين منهم في قطر، وهنا جمهور اكتر. طبعا احنا كنا زعلانين في ماتش الاردن في بدايته، وكنا متعصبين وزعلانين، مش ده مستوى منتخب مصر، مش ده الاردن، مع احترامنا الكامل يعني منتخب الاردن، بس مش ده منتخب مصر اللي يجي قدام الاردن ويبقى بالمستوى ده. الشناوي ربنا يحميه شال 3 اجوان، الكره في العارضه يعني، فكنا هنضيع. احنا عايزين نشوف منتخب مصر اللي الناس كلها بتخاف منه بتحترمه، بس ده اللي احنا نفسنا فيه ان شاء الله. احنا ماشيين يعني معانا رجاله كتير برضو، احنا ما فيش محترفين بيجوا الناس زي محمد صلاح والناس ديت، بس احنا معانا رجاله كتير، واحد زي حمدي فتحي، واحد زي الشناوي، واحد زي السوليه، واحد زي زيزو، زي الناس ديت برضو ثابتين وجودهم حاجه يعني 100 100. تمام، وحاجه انا بشجع محمد صلاح، بشجع المنتخب كله، هو منتخب مشرفنا بامانه في مصر وبره مصر، مشرفنا بامانه، وفريق جامد، وباذن الله هنكسب الماتش الجاي باذن واحد احد، هنكسب الماتش الجاي. رجالتنا تثبت في الملعب، امسكوا كوره يلعبوا لعبهم العادي، هنكسب ان شاء الله، ان شاء الله بامرك انت رب، 2-0 منتخب مصر ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مصر ان شاء الله تكسب ان شاء الله. مدرب كويس جدا، بيقرا ماتش كويس جدا، وان شاء الله نتاهل للنهائي وناخد البطوله ان شاء الله.